صباح الخير، صباح الشتاء والنسمات الباردة، يا هلا وسهلا فيكم في جولة جديدة في وجهة سياحية شتوية ولا أروع. شتاء السعودية ورحلة مختلفة لوجهة مختلفة. شتاءنا يفرق في العلا اللي اخترناها هذا الأسبوع من دليل شتاء السعودية 2022-2023، اخترناها عشان تنوع الخيارات لعشاق التجارب المنوعة. السكن بحد ذاته في العلا سياحة، والخيارات متنوعة بتنوع وتعدد المنتجعات وأماكن الإقامة الفاخرة والصحراوية واللي بين أحضان الطبيعة. راح نستمتع بجو الشتاء في العلا مع دخول المربعانية وانطلاق شتاء طنطورة بفعاليات المتنوعة. نبغى نشوف الجديدة والبلدة القديمة ونزور المواقع الأثرية ونستمتع بجولة شتوية رائعة في العلا. من فلسطين بمدينة الرياض بالتحديد. والله بصراحة في كذا فعاليات موجودة هنا مناسبة لجميع الأعمار لجميع الفئات. في هنا طبيعة خلابة، أجواء جميلة شتوية. I came from the United States to visit Alula. I had heard about it from friends who were here because they said there is so much history here. It is a UNESCO World Heritage Site and something that you cannot see in other places. So I was excited to visit as well. So while we've been here, we've gotten to go, of course, to Hegra, Dadan, went to the old town. جزائري وجينا هنا زيارة العلا. يعني فيها قلونا فيها فعاليات كثيرة وصح. يعني أنا من الأول انصدمت ما كنت حاط العلا كذا. يعني أمس زي أمس زرنا جبل الفيل، شفنا فعاليات كثيرة هناك. مع تعدد الخيارات للوصول للعلا والرحلات الأسبوعية من باريس والقاهرة وعمان ودبي والدوحة والرحلات الداخلية من كل المدن السعودية، تشوف السياح من كل الجنسيات يستمتعوا بأجواء وتنوع وخيارات العلا. بناخذكم في جولة في البلدة القديمة اللي اختارتها منظمة السياحة العالمية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم عام 2022 مع بداية شتاء طنطورة. نعيش هذه الأجواء الجميلة وبعدها تجربة مسائية رائعة في مساء الحجر. ختام جولتنا في العلا محطتنا الأخيرة في مساء الحجر، أول مواقع اليونسكو للتراث العالمي في السعودية وتجربة مسائية مميزة من بين هذه الشواهد الأثرية العريقة للحضارة النبطية. هنا نستمتع بفخامة الإبداع الإنساني الرائع في هذا المكان. في الختام شفنا كيف شتانا يفرق في العلا وفي كل وجهة سياحية سعودية. في أمان الله.